وطبعا هنستعرض مع حضراتكم في الأول جولة سريعة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وكالعادة بنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من الكورنيش النهاردة اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد، وبتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. هنروح مع بعض لمحافظة الجيزة. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت بعض الكثافات المرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي. وفي محافظة الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة السير. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه إلى الإسماعيلية ففي سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. نروح لمحافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. هتكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 27، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.